محطة القطار القديمة بتطوان أو مركز تطوان للفن الحديث، قصتين في بناية واحدة. فهذه البناية التي بنيت في عهد الحماية الإسبانية، هي في الأول كانت فكرة إدخال القطار إلى المغرب، ونحن نعرف أن القطار هو من وسائل النقل التي عرفت بفائدتها الكبيرة خلال الثورة الصناعية في إنجلترا، نظرا لشساعة حمولتها وكذلك لوظيفتها أو وظيفتها الإيجابية. فإسبانيا وغيرها من الدول التي كانت لها أطماع في المغرب كإنجلترا وفرنسا وغيرها، كانت تفكر أنها يوما ما ستستعمر المغرب. فأول شيء هو أسست ميناء بمدينة سبتة، أسست هذا الميناء لأن كانت تعرف بأن المغرب ليس فيه موانئ. أنا أتكلم عن 1905، المغرب ليس فيه موانئ، وأن عندما سيتحرك المغرب سيضطر إلى توظيف الموانئ. فهي بنت هذا الميناء في سبتة، ثم وهذا طبعا قبل فرض الحماية على المغرب في عهد المولى عبد العزيز وعهد المولى حفيظ، سطرت طريقا من سبتة إلى تطوان طريقا للقطار من طرف مهندسين عسكريين. فكل هذه الأفكار وكل هذه المنجزات كانت مقدمة وكانت تفضح الوجه المستقبلي لإسبانيا. فعندما وصلت الحماية الإسبانية إلى شمال المغرب سنة 1913، تم تأسيس خط سككي من ميناء مرتين إلى تطوان، وكان هذا الخط غير خاص بالمسافرين، خاص فقط بالأشياء المصنعة وأدوات البناء وكل ما لهم من واردات من إسبانيا، وبالخصوص الأسلحة ومواد البناء وما شابه من مصنوعات. ففي سنة 1917 فكروا بأن يطبقوا المخطط الذي أعد قبل الحماية الخاص بالطريق السككي من سبتة إلى تطوان. فكلفوا أحد المهندسين الإسبان كارلوس الرودا، كان من المهندسين الذي اشتغلوا في هذه الحماية، واشتغلوا على أسلوب كانوا يعرفوا بالنيو عربي أو العربي الجديد. هذا الأسلوب المعماري بدأ في عام 1913-14 من دخلوا إلى توقف هذا النيو عربي في عام 1930 خلال المرحلة الملكية، خلال المرحلة ديال ألفونسو تريسي. فهناك الكثير من المعالم المعمارية في تطوان تنتسب إلى هذا الأسلوب، مثلا مستشفى سيدي فريج، مستشفى ديال باب التوت، المدرسة الصناعية الفنون الوطنية، المجزرة القديمة. إذن هناك العديد من البنايات اللي فيهم هذا الطابع العربي، وهذا الطابع العربي أو الطابع الإسلامي كان في هذه البنايات التي أخرجها مهندس إسبان. كانت وظيفته السياسية، لأن الإسبان وجدوا مقاومة كبيرة للدخول إلى المغرب، وكان المغاربة يظنون أن هذا الاستعمار الإسباني سيمس عاداتهم وتقاليدهم ودينهم. فإسبانيا أرادت أن تقول للمغاربة أنها سوف لا تمس تراثهم. ففي هذه المرحلة كانت إسبانيا لم تستولي بعد على شمال المغرب. نحن نعرف أن الاستيلاء النهائي على شمال المغرب كان في 1927. إذن جميع البناءات اللي عملته منهم هذه الحديقة، هذه رياض العشاق حتى هي دخلة، والفدان هو دخل في النيو عربي. يعني كل مباني وحدائق فيهم الأسلوب العربي كامل كينتسب هذا الأسلوب، وكان كما قلت سبب ديالو سياسي، ونحن ليس هنا لكي نقضيكم على عاداتكم وثقافتكم ودينكم. تفقين؟ فمن اللي وقع انقلاب إسبانيا على ألفونسو تريسي وطلعت الجمهورية، توقف هذا الأسلوب. الجمهورية كانت صافي دخلت لواحد المغرب اللي نازم فيها بكريم خطابي والريسوني وإلى آخره، ودخلت لواحد المرحلة ديال الاستعمار الحقيقي. وملي دخلوا الجمهوريين بداو كيعملوا المعمار الحديث اللي كنشوفوا فيه بزاف ديال البنايات في تطوان. إذن قلنا بأن المهندس الذي تكلف بإعداد تصميم هذا المركز اطلع بجدية على التراث التطواني، من مباني الروحية، مباني العسكرية، ومباني
سكنية، فأخرج منها مجموعة من العناصر والضفة في هذه البناية. فهذه البناية لما نراها نحس بالجمالية للفن العربي الإسلامي، ولكن هي جمالية أعدت من طرف فنان إسباني. فهذه المحطة ديال القطار كتعتبر المحطة الثامنة في هذا المسار، لأن المحطة الكبيرة هي هذه المحطة هذه، لأن كانت تطوان هي العاصمة ديال الحماية الإسبانية في شمال المغرب، ومن بعد كاين المحطة الثانية في الملاليين، والثالثة في المضيق، والرابعة كاينة في الريفيين هي اللي كاينة قدام العليين، وكاينة الخامسة كانت في ذاك التكنة العسكرية اللي كاينة قريبا الفنيدق، ومن بعد كاينة المحطة ديال الفنيدق، وكاينة كذلك المحطة ديال ميرامار في سبتة، والمحطة الأخرية كانت في المول. فإذا حسبنا هذه المسافة هذه من تطوان حتى سبتة، وقلنا 45 حتى المول بثمانية ديال المحطات، هذا يدل على أن كاين واحد 5 كيلومتر ما بين كل محطة. فهاد القطار هذا كان في النظر ديالي كيشبه الحافلة أو الطوبيس أكثر من كيشبه التران، لأن عنده واحد المجموعة المحطات بمسافات قليلة. وهنا كنعرفوا بأن بغاو هما يتفتحوا على البادية، تفقين؟ فهاد القطار هذا لعب واحد الدور مهم جدا انطلاقا من التدشين ديالو، فهم ألف هو البني كان 1917 والدشن في 18. لكن المسألة اللي هي جميلة هو الدشن جوج المرات، الدشن نهار 4 أبريل من طرف الخليفة السلطاني، وفي 18 ماي جاء الأمير ديال إسبانيا خالد الفونسو الطريسي دشن هذا. فهنا كاين جوج ديال التدشينات، واحد التدشينه بحكم الخليفه، بحكم اننا الخليفه هو السيد ديال المنطقه، وكذلك اللي كيمثل السلطه الاسبانيه هو خا ديال الامير. اذا اللي هذا تفتح جوج المرات، فبقين والافتتاح كما قلت 1918 بدا، وجا في واحد الوقت ملائم مع الحرب ديال الريف ملي كنقولوا حرب الجباله وديال الريف مره واحده. ف توظف كذلك بواحد التوظيف كبير بزاف في هذه المرحلة ديال الحرب الريف فيما يخص الأسلحة، دخلت بزاف الأسلحة والمدافع وداك الشيء، وكان حتى شنو كيتسمى ليزامبولونس الحافلة السيارات اللي كتحمل المرضى وداك الشيء، كان فيها بزاف ديال العربات خاصين بنقل المرضى، فلعب واحد الدور مهم بالنسبة للإسبان. كذلك لعب الإسبان الناحية الاقتصادية والتجارية، وكذلك حتى في التنقل ما بين اسبانيا والمغرب بواحد الدور مهم جدا. اذا هذا القطار استمر الى استقلال المغرب عام 1956، وبقى مشتغل الى داخل المرحله ديال الاستقلال، والى الى سنه 1958 توقف هذا القطار بصفه نهائيه، لان بين سبته وتطوان كاين واحد المساله، لان كنقولوا احنا سبته مدينه سليبه، فلم يكن من الممكن أن يشتغل هذا القطار وبالخصوص في نقل المسافرين ونقل البضائع. كان على نقل البضائع أن تتحول إلى مدينة طنجة، ولذا فقد هذا القطار وظيفته، فدخل إلى الإهمال إلى نهاية الستينات، دخل الإسبان وأخذوا العربات والقطار الذي كان موجود هنا، وتم نسيان القطار وبقي القطار في ذاكرة الشيوخ والكهول.